معانا الأستاذ جمال الخوربي مدير المنتخب اليمني. أول شيء نرحب فيك، نبارك لكم على المستوى الممتاز قبل النتيجة، وعندكم مباراة صعبة أمام المنتخب السعودي تطمحون للتأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله توفقنا في المباراتين الأولتين، وطبعا مباراة صعبة وصعبة جدا. المنتخب السعودي مرشح للبطولة ومرشح للصعود للدور الثاني، وإحنا إن شاء الله نتوفق نأدي مباراة طيبة ومستوى جيد بشكل يعني نختم زي ما قلت تقول ملحق المباراتين السابقتين، ونظهر بمظهر مشرف إن شاء الله. نبغى نطمن على سلامة الكابتن محمد بقشان بعد خروجه مصاب في الأمس، اليوم ما نشوفه حضر التمرين، يا ليت طمنونا. لا، محمد بقشان بصحة جيدة وممتاز جدا وصحته مطمنة، احنا أمس في المستشفى وعملوا أشعة مقطعية، عملوا كل حاجة وصحته زي الحلاوة، احنا بس خلينا الآن ينام في الفندق ويرتاح وكذا، وليس في أي شيء. يعني وجوده في المباراة القادمة ممكن ولا؟ على حسب، احنا معنا بعد بكرة تقرير نهائي الصباح من الدكتور، قال لي خلوه يروح الآن، أمس روحنا وداله علاجات وكل شيء طبيعي وزي الحلاوة، وقال خلوا الثلاث أيام هذه ويوم المباراة الصباح جيبوا له عندي نعمل كشف نهائي، وإن شاء الله تكون الأمور كويسة. برضو إذا ما لعبش إحنا يهمنا سلامة اللاعب قبل المباراة. كوتش السيد سكوب، تدخلون اللقاء السعودية بفرصة للتأهل لكن بمدافع موقوف وآخر مصاب، ما هو استعدادكم لهذا الوضع الصعب؟ فعلا غياب لاعبين هو أمر صعب، وأن يكونا جميعا في خط الدفاع هذا يزيد الأمر صعوبة. لو كانت الغيابات في الخطوط الهجومية لكان التعامل معها أسهل، أما المدافع يحتاج للانسجام بشكل أكبر، خاصة لفريق يلعب بطريقة دفاعية بحتة مثل منتخب اليمن. فرديا البدلاء يملكون إمكانيات لا تقل عن اللاعبين الغائبين، ولكن عدم انسجامهم سيشكل مشكلة بكل تأكيد، وسنعمل على حلها. عندما تابعت الدوري اليمني لبضعة أشهر بدأت أشعر بأنهم في اليمن يلعبون رياضة أخرى تختلف قليلا عن كرة القدم، فالجميع يمرر ويمرر ويراوغ ويمرر ويستمرون كذلك حتى المتر الأخير من الملعب بدون أن يسدد الكرة أي لاعب باتجاه المرمى. لا يعجبني ذلك وأعمل لتصحيحه، ولكن الوقت لم يسعفنا حتى الآن. سأخبرك شيئا، تعادلنا أمام قطر مثلا كأن قطر لعب ضد بطل العالم ألمانيا ومنعتهم من تسجيل الأهداف، فالفريقان بجودة مختلفة تماما فرديا وجماعيا، ولا يوجد أي مجال للمقارنة، ولكن هذا الجمهور الرائع هو من ألغى هذه الفوارق وجعلنا فريقا أقوى وأكثر حماسا وتماسكا. نحن سعيدون لأن نجعلهم يعيشون وقتا ممتعا، والأخبار تأتينا من اليمن بأن الناس فرحت كثيرا بما نقدمه، وسعادة هذا الشعب هي انتصارنا الأثمن من جميع النتائج، فنشكرهم كثيرا.